اهلا بيكم في حلقة جديدة من روتوك، معاكم رومح، والنهاردة هنتكلم عن تراك المنتظر من زمان قوي، تراك دولي لموسكو وايلي. التراك ده مر بمراحل كتير جدا اغلب الناس هنا عصرتها، بالبداية بانه تسرب بلو كواليتي او فيديو او حاجة زي كده على السوشيال ميديا وفيرال جدا، لان الحاجات المتسربة بتشد الانتباه جدا بالذات لو كانت حلوة، وبعد شوية نزل منه نسخة هاي كواليتي، وبعد شوية لقينا موسكو بيغنيه في حفلة ومتصورة هاي كواليتي، وبعد كده وايلي غناه في حفلة برضو هاي كواليتي، فبقى التراك بالنسبة للناس خلاص يعني اللي هو احنا عرفنا كل حاجة، احنا خلاص ده بالنسبة لنا نزل، لدرجة ان في ناس كانت حط عليه كوبي رايت على يوتيوب اللي هو التراك بتاعي، كانوا بياخدوا فلوس من ورا شغل مش بتاعهم اصلا. واستنينا شهور في انتظار الكليب، فكان الموضوع نوعا ما اللي هو انت لو ما جتليش بكليب جامد انا مش هشتري منك، وتعالوا النهاردة لأول مرة نتكلم عن التراك ونشوف الكليب، وهل فعلا كان يستحق الوقت ده كله ولا لا. في الركن البعيد الهادي بسموك حالي، قاعد في الاسكيم ومش هرد فيش داري، بسأل نفسي يا نفسي مالك مش عجباني. اوكي، الموضوع في تجربة ما او في شغل ما شفناهوش كتير عندنا، فكرة ان التراك يكون معتمد على الفيجوالز 3D اكتر، والمزيج ما بينها وما بين الارتست او ما بين الواقع بتاعنا، وفكرة ان هي متخدمة بشكل كويس جدا. يعني الستايل ده بيتهيالي ان احنا شفنا مولوتوف مع شاب جديد عملوا كليب بنفس المدرسة، بس الموضوع هنا ممكن يكون ليه علاقة اكتر لان موسكو، فاحنا في مكان جليدي، في مكان كله بيرفرنس للجو او للمرحلة او للاسم بتاع موسكو، وفي نفس الوقت الجو الدارك المتناسب مع المزيكا اللي عاملها وايلي، او الدخل على الاقل لحد ما نخش في المزيكا للجد. ولو هنتكلم عن الاوديو بقى، فالفلو اللذيذ من موسكو اللي تحس ان هو اول سكول على مزيكا شعبي، او اللي هو في مزيك كده مش ناس كتير بتعمله، بيرص على مزيكا بترقص، فاهم فكرة؟ فاللي هي فيها حاجة كده. ولو هنبص على الليركس، فالتراك ده من التراكات اللي زولتني كتير جدا، لان انا هو بينتقل ما بين الضمائر وما بين الشخصيات بطريقة مش طبيعية، اللي هو هتلاقي بيكلم هنا نفسه، هنا بيكلم اعدائه، هنا بيكلم حد بيحبه، فاهم؟ فاللي هو بيتنقل ما بين الناس اللي بيكلمهم بدون اي قوانين للطبيعة، ولكن في نفس الوقت الموضوع نفسه شكله جامد. يعني في الركن البعيد الهادي بسموك حالي وبسموك نفسي، لان المزيكا بتاعتي او هو المخدر او هو الحاجة اللي انا بشربها، وجه في بالي انها ممكن تكون برضو شبيهة بسموك لحالي اللي هو الوحدي، لان انا في الركن البعيد الهادي قاعد في السكيمو مش هرد مفيش دادي، بسأل نفسي يا نفسي مالك مش عجباني، كل يوم بتبني بيت يتهد من خيالي، بتبني بيت يتهد من خيالي، كأن هو لما حصل في الواقع راح من الخيال او ما تنفسش زي ما انا كنت متخيل، اللي هو زي الحديث مع النفس كده، زي ان انت المرحلة اللي انت بتمر بيها، فاهم؟ اللي هو الصراعات النفسية اللي مع نفسك دي، مشاكلك برا عني اي حد شكلك، بص على اليمين فشمالي تاكلك. تقريبا ده بحر اسكندرية او الساحل او حاجة زي كده، رحنا المكان تاني في سفينة، وفي الرمز اللي احنا اخدناه دلوقتي اللي هو زي ما يكون التمثال اللي بيستنفذوا منه القوة او بياخدوا منه قوتهم او الحاجة اللي بترمز لهم. وكمان ما اتكلمتش عن ال 3D نفسه، نوعا ما في حاجات حلوة قوي وفي حاجات مش افضل حاجة، والتفاوت ما بينهم محسسني ان ممكن يكون ده مقصود ان ده يبان ان هو فيجوالز وده يبان ان هو ريل، والمزيكا زاد عليها آلة جديدة وكأننا بنعلى درجة بدرجة. والليركس هنا انا مش عارف هو لسه نفس الشخص اللي بيتكلم ولا المضاد بتاعه او هو بيتكلم حد تاني، لان هو هنا كان بيتخانق مع نفسه وفجأة دي مشاكلك برا عني اي حد شكلك، فهل ده رد من نفسه مثلا ولا هو بيتكلم عن ناس اعدائه او بيتكلم عن الناس اللي ضده اللي هم مش فارقين معاه؟ بص على اليمين فشمالي تاكلك، كأنك لما تلعب بوكس توديه هنا وبعد كده تدي له هوك شمال. قبل لك مكانه وايه كمان عامل التراك باسلوب عادل امامي،
كله نزيه مش فارق لي كتير كان زي الكان جيك 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 بانج. رحنا للهرم منطقة موسكو، فوكأننا في عوالم مختلفة، في حاجة فانتازيا اللي هو ما بين الجليد وجوه الجليد، وفي طاقة بتخش له بالنور الأخضر، وفي نفس الوقت على المحيط مع ويلي ومعاهم الريفرنس بتاعهم، معاهم مركب. هتلاقي هنا اللوجو محفور على رمز ما، بس خارج من وسط الرمل أو التلج. أبلك مكانه وإيه كمان؟ قفلت مكانه، أنا مليت مكانه وإيه كمان؟ معرفش هو يقصد إيه بالظبط، بس اللي جه في خيالي إن هو بيتكلم بلسان الفان، إن أنت جيت تملى مكان حد تاني، وأنتوا كلكم فاهمين قصدي، في وقت اعتزال بابلو. فهو بيقول له وإيه كمان؟ اللي هو قول إيه كمان؟ عامل التراك بأسلوب عادل إمام، كاريزما متناهية، كله نزيه، مش فارق لي كتير كان، مش فارق لي اللي كان أو الماضي أو اللي فات، زي الكان تشيك 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 بانج، اللي هو الكنز اللي المفروض ان اسمها كان اصلا، تشيك 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 وانت بتفتحها بانج. وسط فكك مني مش محتاج، عارف ان اللون ده مش هيودي للترندات، عارف اني جامد مش محتاج منه جزبات. الدرامز بتخش، الدرامز الشعبي مع الفايب الدارك في نفس الوقت مع رص تراب، فاهم؟ فهو ده الايه الباكج اللي في الموضوع. اللعبه اللي في الفيديو نفسها بتفكرني بفيديوهات البروديوسرز، يعني لعبة الـ 3D وتحط الجمجمة أو التفاصيل اللي بتعبر عن البروديوسر بتاعك، أو تبني العالم اللي هو مش عارف اسمه ايه، بس اللي هي الألعاب، في ألعاب من النوع ده دايما البروديوسرز بيستخدموها عشان يعملوا الفيديوز بتاعتهم. تالي ان ويلي نفسه عمل فيديو بالمنظر ده قبل كده، فده حاسس ان الكليب هنا دامج ما بين الفيديوز بتاعت الرابرز والفيديوز بتاعت البروديوسرز. والليركس يسطا فكك مني مش محتاج، عارف ان اللون ده مش هيودي للترندات. المفاجأة ودى للترندات، بس في نفس الوقت انا فاهم قصده، وفاهم هو فكره ان هو كانه بيرد على الناس اللي بتنتقده او الناس اللي بتكتب كومنتس او فكك مني بقى يا عم، انا عارف ان انا اللي انا بعمله ده مش هيودي للترندات، بس انا اعمله زي ما انا بحب، فاهم؟ اللي هو هتلاقي دايما الكومنتس او دايما الناس اللي بتجيلك تكلمك تقول لك لا اعمل زي فلان، الستايل ده هو اللي بيودي، الستايل ده هو اللي بيعدي، ما اعرفش ايه. فاللي هو انزل من على دماغي، انا مش فارقه معايا، عارف اني جامد ومش محتاج اثبات. اثبات الوحيد ان الفرق ما بيننا راب، ان انا براب وانتوا لا، يعني اللي انتوا عملتوه ده انتوا خرجتوا من المجال نوعا ما، وده ممكن ينطبق على ناس كتير، وده نوع من الردود معروف جدا بره، اللي هو انت ريل ولا مش ريل، انت هتحافظ على الثقافه ولا لا، فالفرق ما بيني وما بينك ان انا رابر، انما انت تحاول. عجبني في الفيديو هنا ان ويلي بيتحرك في المردات بتاعه الكلام او مع الادلبس، واللبس اللي موسكو نفسه كانه محارب، حاسس الفايب عامه جيم اوف ثرونز او سبارتاكوس. ما ترجنيش افرقع فيك كول، ايس ايس عايز تاخد كولا، ما ترجنيش افرقع فيك كولا. المشهد اللي جه في بالي حد ماسك فيه بيهزه كده عشان بيرجوه لشيء ما، بس بتعملش كده عشان لو فقتلك، لو فرت افرقع فيك زي الكولا. ايس ايس لو موسكو عايز تاخد بولا ايس كريم، مركب داول اخد كل حاجة فيها، كاس وداول فيها سوب فيها داول، موسكو فوق موسكو فوق مكة داول. الشوت اللي حصل ده انا شايفه جامد جدا بصراحة، كوبري قصر النيل والتلج بدأ يملى هذا العالم، كأن دخول موسكو لأي مكان بيحوله الجليد في ثانية، والكورس الكاتشي المعلق مع الناس ماركة دولي، واخد كله فيها كاس ودوري. انتوا عارفين ان موسكو عنده ريفرنسز كتير مع الكورة، فهو بياخد كل حاجة، الكاس والدوري، اي جوائز رياضية. ماركة دولي ايه، اخد كل حاجة فيها كاس ودوري ايه، يا سوبر ايه، يا دولي ايه، او موسكو فو ماركة دولي ايه. دي اكتر حاجة مش عجباني في الكليب، اللقطة دي اللي هو كان الدنيا بلاك اند وايت وفجأة بقت الوان، مش حاسس ان ليه اي مبرر، حاسس ان تايمين غلط، مش عارف ليه معمولة كده. يعني في لقطات بلاك اند وايت كتير في الكليب، بس متقطعة مع لقطات تانية فعاملة فايب حلو او ايقاع مظبوط، لكن هنا اللقطة دي انا معرفش، كانت الدنيا بتسود وفجأة لونت كده. ما تنساش ان انسان اني بالح. الحته دي لما نزل الاوفيشال فيديو لقيناها مكتومه بالشكل ده، ودي لعبه عامه بيحب يعملها البروديوسرز، لانها بتعمل مزج كبير ما بين الفوكلز بتاعتك وما بين الالات، كانك حولت فوكال الارتست لاله موجوده معاك، وتم استغلالها بشكل كويس في الكليب
لما دخلوه تحت المية اللي هو المكان اللي فعلا ممكن تسمع فيه صوت بالشكل ده. مسك دي بي، خد الطلقة. الدي بي هو سلاح مش عارف اختصار لكلمة ديجروف، حاجة زي كده مش عارف انطقها قوي، بس ده كان سلاح بيستخدمه الاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا اللي عاصمتها موسكو، فاهم فكرة؟ فهو حتى السلاح اللي اختاره هو سلاح روسي. فماسك دي بي، خد الطلقة، وانت زميلي تيجي طلعة، تعال عشان نقوم بقى عليهم. طلع ما تنساش ان انسان اني بالا، ما تنساش انا انساك عدي بالا. الصوت لما اتفتح لقينا وايلي هو بيلبس الماسك ووراه موسكو، وفي نفس الوقت هو بعد اللاين تيجي زميلي تيجي طلع كأن هو زميله. وما تنساش ان انسان اني بلعب، وما تنساش انا انساك عادي بلعب. كابتن في البطاط حلوة الصورة، تاخد لقط تعمل فيها دارس برضو مقر. كابتن بطاقتك اللي هو شاوت اوت للتراك اللي فات بتاعه، واللي هو برضو ريفرنس لطريقته في الكلام اللي هو كابتن وريني بطاقتك، اللي هو انا كمين بالنسبه لك، انا واحد بيوقفك في الطريق. حلوه الصوره، تاخد لقطه. لو خدتوا بالكوا في الكليب كمان اختيار الشوت اللي اتعمل في اللقطه دي اللي هو حلوه الصوره تاخد لقطه، ممكن تلاقي فيه بعد فني نوعا ما ما بين الدمار والخراب اللي هو واقف فوقيه ووراه الاهرامات اللي هي قمه الايه الحضاره. تعمل فيها دارس برضو مقطف، وده زي سكارس فيها بقطف. تعمل فيها دارس برضو مقطف، مهما عملت فيها فاهم انت ولا حاجة، انت زي سكارس فيها بقطف. لما عملت سيرش عن السكارس لقيت ديدان او مرض ما ممكن يكون بيقطع في جسم الانسان، مش عارف او هو عنده ريفرنس ثاني بس انا ما لقطوش. اديله بونتو جاي هصدر في المجال ده واللي بالي طولته، الصبر حلو واللي شفته نولته. اديله بونتو، اديله البونت بتاع الكورة برضو، جاي اهزر في المجال ده واللي في بالي طولته، الصبر حلو واللي شفته نولته. وده لو خدتوا بالكو كان ظاهر في مراحل تطور موسكو ما بين هيت وبعد كده نومة الفترة، وبعد كده رجع بهيت تاني وبعد كده نومة وبعد كده هيت. صبر بس اللي انا عايزه خدته. خويا عبدو جادي كل هجمة جول وانت ولا هجمة صادق، مش ما بينا رابط حتى جوه الجيم كل طلقة مني صابت. صاحبي اخوي عبدو جادد، مش عارف بس جات في بالي ممكن عشان اسم موسكو الحقيقي عبد الله، فممكن يكون هو شخصيا عبدو جادد، او هي ممكن تكون عبده العبد بتاعه اللي هو عبيد الفانز مثلا، بما ان هو استخدمها قبل كده كل الايه الحناك اللي في الدنيا، بس كل هجمه بجون وانت ولا هجمه صادت. ولو خدت بالكو في اللقطه الارض اتجمدت من تحته كانه لما بيلمس حاجه بتتجمد، التلج على الاهرامات مغرق الارض موسكو. مركز دولي اخد كل حاجه فيها كاس ودوري، موسكو فوق موسكو فوق مركز دولي. تغيير في المزيكا هنا، اللقطه الاخيره وهو بيسحب الرداء بتاعه بيطير الكاميرا بعيد على الزاويه الثانيه من العالم، وفي الكلام ان هم مش هيقولوا على فريق العمل ولكن هم هيدعموا كل المخرجين الشباب اللي بيعملوا بحاجه ممكن تكون ببادجت قليله ولكن في نفس الوقت بيطلعوا جوده كويسه، وبيكتبوا اسماء مجموعه من المخرجين دول. وده نوعا ما فعلا اللي انا حسيته في الكليب، حسيت ان في لقطات ممكن تكون صعبه جدا معموله، وفي نفس الوقت حاسس ان مفيش امكانيات قوي، يعني مثلا حتى كواليتي الفيديو نفسه حسيت ان هي مش افضل حاجه في الدنيا، كان ممكن تطلع اعلى من كده بس لو كان في معدات اعلى من كده، بس فكره انك تبقى معاك معدات قليله وتطلع حاجه فيها كل التفاصيل دي او كل النقط دي، دي حاجه حلوه جدا. وبعد كده بيخش الدروب بتاع وايلي. مونتاج سريع على لقطات صايعه كلها. بس وده كان التراك. يمكن حسيت شويه ان فكره الكليب رغم ان هي تعتبر ذكيه جدا، رغم انها ابسط حاجه او ابسط فكره ممكن تيجي ان احنا معانا موسكو فتعالى نجمد العالم، ولكن في نفس الوقت تنفيذ اللقطات اللي بتعبر عن ده معموله بشكل حلو جدا مقارنه بالامكانيات برضو، ولكن نوعا ما حاسس ان الستوري كان ممكن تبقى فيها تفاصيل اكتر من كده، يعني حاسس ان هو كان كل اللي عايز يعمله ان هو يقدم رموز بتعبر عن فكرته، لكن ما كانش فيه ستوري في الموضوع، ما كانش فيه حاجه بتحصل، فاهم الفكره؟ الستوري احيانا كتير هي اللي بتخلي الموضوع ما يبقاش ممل، الا ان في نقطه في النص كده حسيت فيها ان خلاص انا عرفت اللوب ماشيه ازاي فقشطه انا تمام، فالستوري هي اللي ممكن تعدي نقطه زي دي، لكن ده ما يمنعش ان اللقطات او تطور اللقطات
على طول الكلب كانت بتخلي الانتباه يتجدد، وعشان كده بصراحة أنا مبسوط من العمل ده جدا. وبس ده كان تراك دولي، قولنا انتوا رأيكم ايه في الكومنتس. كان معاكم رميح، انستجرام، سوشيال ميديا هتلاقوا في الديسكريبشن، وسلام.